الصحيح ويا الغلط يتناقضن. صدق هو الموت واحد للرجال، بس فرق موت الخنق عن الطعن، وفرق موتة رستم بنص الدواب وبين طبرة هامتك يا ابو الحسن. الشجاعة انواع، بيها الكبرياء وبيها طيش يرد على اصحابه حزن. والشجاعة تلوق مرة وما تلوق، تلوق لك صدام غيرك لا ولن. والشجاع مقابل ويا الموت صار وبقى واقف والمناية تراجعا. والشجاع الموقف مثل الحسين، اقبال عين جفوف اخوه تقطعن. امس جدك شفنا بي اروع مثال، امس جدك شفنا بي اروع مثال، اللي عطش حد الموت قالوا يا حسين قول بس كلمة نعم واخذ الامان، وفوت واشرب بارد وصافي المعين. الفرات يسيل واطفال عطاش، بس رجل عنده كرامة وما يلين، كان ممكن ينطق ويزق العيال بس ما يرجع له لمرفوع الجبين. وهو لو قايل نعم ما ظل كبير وما علت قبته على مر السنين. إذن هي المشكلة مو قدح ماء، المشكلة الكبرى لأن هو الحسين، والمشكلة الكبرى لأن إحنا العراق، ولأن بس لله وقفنا مدنقين. ولا يهمك هالحصارش ما يطول، لا يهمك هالحصارش ما يطول، بني هاشم قبلك عليهم سدد ورسخوا راية محمد والإسلام، وما حنوا هاماتهم يم الوثن، وقالهم صبرا عمامي على الجهاد، ما بقى بس القليل وينقضن. إذا هاي المحنة مرت على الرسول شلون ما نصبر عليها بهالزمن. والله يا صدام حيرنا الزمان وما حنينا الراس للراحة وجن، صابرين احنا يا ابو الصبر الجميل، وداعتك جوعا ولا ذلة وفتن. وداعتك هاليوم اذا شدة وحصار نحصد العز من مواقفنا غدا، وصدق القطعة وعلى اطفالك دواء، باكر يبيعون لك برخص ثمن، هم عيشتهم علينا واحنا لا. لا زلم جاعت لنا سواء نشتكن، يجي يوم اللي بيجونك اسفين وتعتذر لك كل دول مجلس لمن، وغصبا عليهم يجونك نادمين وغصبا عليها تجمع للسكن. امرنا بعد شتريد كل شي اللي يجي ببالك انت طلبه وزيد، وامرنا بعد شتريد كل شي اللي يجي ببالك انت طلبه وزيد، وامرنا بعد شتريد جدامك نظل من القدم للجيد. نعم ضحينا احنا هواي، ونعم قدمنا احنا هواي، وخجلانين منك يا اهلاء للعيد. هو المستحى مو بس ستر نسوان، والله المستحى طبع الرجال صيد، وترى العباس اخو زينب وقع خجلان لما انقطعوا للايد فوق الايد. نوم المستحى ما رحنا للجبهات وما طاحوا اولادك حيد فوق الحيد، ولوم المستحى من حفظت الاعراب وجوار الصير والله طلقت بصنديد، ولوم المستحى كان الحسين انصاع ومنائر كربلة ما تستحق تمجيد. المواقف من تجي ما تحتمل تأجيل، ولو ما موقفه هو الرجل شي يفيد. من كانت قريش أكبر شريعة غاب، ما ندد محمد بالوضع تنديد، حمل بطش الكفر وحجارة الغلمان، ورفع قرآن ربه وردده ترديد. أمرنا وحياتك أمرك على الراس، على دمنا وشرفنا لا توصينا. أمرنا وحياتك أمرك على الراس، على دمنا وشرفنا لا توصينا. ابن أبي طالب علي من قاتل بصفين، كان الجيش كله بقبضة يمينه، ومن طلعت خوارج وانتخب الجيش قالوا يا علي كلت مواضينا. أخذ خير الصحابة وترك أرد الناس، ما راد الرؤوس الخاوية تعينه، وإذا سووها قبلك ويا أبو الحسنين صدق ما نقول لك إحنا ردبين. إذا خير الصحابة تريد خذنا وياك، بعدهن باشط تلمع مواضينا، اللي عند ربك تخلف ما نريد هنا، عند الأجنبي وفضلة مواعينا، وما ربونا هن الفضلة الماعون، اللي يريد الكرامة يلتحق بين، اللي يريد الكرامة يلتحق بين.